هو تواجد غير ليس جديد. في كثير من الشركات سواء شركة أرامكو، شركة سابك، كثير من الشركات حتى اللي هي مملوكة من الحكومة. أكوا كانت الآن صحيح لصندوق الاستثمارات حصة كبيرة جدا بما يخول يأولها يعني يجعلها كما أنها شركة مملوكة للدولة، لكن التواجد السعودي في مناشط متعددة موجود، لأن الحمد لله قطاعاتنا الصناعية والمنتجة وليس فقط الصناعية أيضا موفر الخدمات. يجب أن ننظر إلى موضوع الانتشار الدولي في قطاعات متعددة سواء صناعية أو خدمية. هناك نجاحات كثيرة تحققت على الأرض في عدة سنوات وما زالت تحقق نجاحات، وما نأمل ونطلع عليه في خلال السنوات القادمة أن تزداد مساهمتنا في مناشط والاستثمارات الخارجية، وأيضا أن نكون نوفر في المملكة بيئة استثمارية ممكنة لاستقطاب استثمارات كثيرة وجديدة ومتميزة في قطاعات سواء صناعية أو خدمية، منها الطاقة وغير الطاقة، لأن لنا مصلحة كبيرة في تعزيز المحتوى المحلي، ولنا مصلحة حقيقية في توفير وظائف، وأيضا لنا مصلحة حقيقية في أن نكون أيضا مطورين لتقنيات نسوقها في الخارج. لا، هي احنا نسميها الطاقة المكملة، لكن في قطاعات مهمة زي قطاع الكهرباء احنا مستهدفاتنا واضحة وذكرتها عدة مرات، نريد أن نستغل الغاز في والطاقة المتجددة بشكل عام في توفير الكهرباء، لأن نعتقد أنه الآن وفي المستقبل سيكون لهذه الموردين من الطاقة هي بتكون مورد الأساس لتوفير الكهرباء.